أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة رافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن استدعاء سفير الحكومة في بغداد لدى طهران، وذلك اعتراضا على استخدام مصطلح الخليج العربي في بطولة خليج 25 في البصرة. وقال عبد اللهيان إن الاستدعاء للسفير جاء بسبب استخدام ما سماه مصطلحا وهميا بدلا من الخليج الفارسي، وذلك خلال افتتاح بطولة خليج 25 المقامة في محافظة البصرة العراقية. في غضون ذلك أوعزت إيران لمجموعاتها الولائية في البصرة برفع صور قاسم سليماني بمدرجات الملاعب في محاولة لضرب البطولة التي عكست حب العراقيين لعروبتهم ومحيطهم العربي بعد أن بيّنت أصالة الشعب وتمسكه بعروبته، الأمر الذي أدى إلى انزعاج إيران كما قال عراقيون ومراقبون على منصات التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع هذه المقاطع المتداولة من ملعب البصرة خلال خليج 25. إذن إيران تعترض على تسمية بطولة كأس الخليج العربي، وقالت مصادر مطلعة بأن استدعاء سفير حكومة بغداد يكشف بأن طهران منزعجة جدا من قضية الاندماج ما بين الشعب العراقي وشعوب دول الخليج العربي خشية تطور الأمور إلى القضايا الاقتصادية والاستثمارية، وتريد أن يبقى العراق تابعا لها. وأضافت المصادر بأن استدعاء إيران لسفير بغداد لدى طهران احتجاجا على عبارة الخليج العربي في بطولة خليج 25 المقامة حاليا في البصرة يمثل رسالة خاصة للموالين لشن حملات ضد البطولة، الأمر الذي دفع من يواليها إلى رفع صور قاسم سليماني داخل المدرجات في حركة استفزازية كما وصفها عراقيون. دعونا نشاهد هذه الصور. العراقيون عبروا عن آرائهم على منصات التواصل الاجتماعي وقالوا بأن هذه بطولة رياضية يجب أن يبعد عنها كل ما يتصل بالأمور السياسية وتبقى رياضية خالصة. علي الموسوى يقول إيش قد خايفين من العراق لا يرجع المكان تبين الدول ويصيرون لا شيء قدامه مثل ما كانوا بالسابق قبل لا تجي حكوماتنا الانبطاحية. أما حيدر علي فيقول أكيد ضاجوا لأنصار 20 سنة يدمرون بالعراق وهسه صار اللي صار. أما طه جبار فقال بكل شيء ما يخصهم حاشرين أرواحهم، هي بطولة عربية للعرب وهاي فرصة جيدة لتوحيد الشعوب العربية. أما عباس هاني فيقول يعني البطولة صار لها قرن اسمها الخليج العربي والمنتخبات اللي تلعب هي عربية، هسه سمعتوا بيها لأن العراق نظمها. يقول عباس نعم. معنا أبو عمر من بغداد. أبو عمر، إذن الخارجية الإيرانية تستدعي سفير حكومة بغداد في طهران للاحتجاج على تسمية
بطولة كأس الخليج العربي. وبالفعل هذه التسمية يعني منذ عشرات السنوات هي هذه التسمية لم تختلف. لماذا تنزعج إيران من هذه التسمية؟ أرحب بك. حياك الله. أهلا وسهلا بك. وحيا قناة الرافدين وحيا المشاهدين الكرام. أستاذ عمر، احنا بالنسبة انه إيران من بعد 2003 ولحد الآن اللي بعد ما احتلت العراق ودخلت ودخلوا الأمريكان وكانت يعني المجاميع الإيرانية من قيادات ومن زعماء والميليشيات اللي هي سيطرت على العراق وسيطرت على التجارة وسيطرت على الزراعة وسيطرت على الصناعة وسيطرت على كل مرافق الحياة اللي العراقيين اللي كانوا عايشين عليها من خلال معيشتهم، من خلال يعني تطلعاتهم، من خلال انه البلد اللي كيف انه كان متقدم ورجعوه اكثر من سنين يعني الى الخلف. نعم. يعني كان عندنا العراق انه العالم كله انه معروف صناعته معانا بزراعته كل هاي الامور، لكن للاسف ما عندنا من رئيس وزراء انه خلى العراق له هيبته وله قيمته امام الدول. هيبه العراق وقيمته نزلت. ايران هي اللي مسيطره على كل المنافذ الحدوديه بالعراق وخارج بغداد واكثر من دوله مسيطره، سوريا وعندك لبنان وبعض الدول العربيه اللي هي مسيطره عليها. نعم. بس للاسف احنا نلاحظ البلدان العربيه لها هيبتها ولها كرامتها، الا العراق ما بيفد رئيس وزراء يمنع انه هاي الامور اللي صارت فيها دوله خليجي 25 هذه من الدورات القديمه وهي يعني مع اشتراك بعض الدول العربيه والتي يعني تقدم الكره العراقيه بين المجتمع، لكن للاسف انه بنلاحظ هاي الامور هي مكتوبه. فمن يتكلم الحكومه الايرانيه تمنع بانه هذا كاس خليجي تسميه كاس ايراني، فهذا يعني من المستحيلات ومن الضحك يعني عليها، بانه ايران انه هاي ما ممكن ان تسيطر على انه يعني الروح العراقيه يعني المنتخب ما تقدر على سيطره الجمهور وتسميه، هذا يعتبر ضحك عليها وخزي وعار، لانه من يسيطر بالعراق هو ايران ونفوذ ايران وايادي وميليشيات ايران مثل ما قلت لك استاذ عمر. نعم. انه هاي الدوره يعني ما تقدر تغيرها وما تقدر تقدم لها شيء، تبقى دوره 25 خليجي او دوره الخليجي يعني بالعراق وبالعالم كله، يعني كل العالم يعرفه. فهذا على دلالة ضعف الحكومة وسيطرة الأحزاب على العراق، ما تقدر تواجه هاي إيران وما تقدر زعماها، وإنه الصور اللي جاي رفعت اللي قاسم سليماني. نعم. هذا شخص إنه إرهابي، فما ممكن إنه ترفع في بلدنا وشعبنا، لأن الشعب العراقي رافض أساس القتل والسجون اللي عدة صارت وقتل المظاهرين اللي يتبنى سليماني. نعم. فالناس اللي قاعد ترفع هي تابعة لديون إيران وقيادات ميليشيات إيران. احنا العراقيين ما يشرفنا انه سليماني رفع في أرض العراق، احنا فرحنا من سليماني قتلة الأمريكان وطلع الشعب العراقي كيف طلعوا بالتظاهرات وعلى قتل سليماني. فانه هاي الامور انه تضيع يعني تضيع من النفس الإيراني لوجود الإيرانيين. نعم. اللي عدة بالعراق، فهاي تعتبر انه يعني شلون انكسار بايران واحزابها اللي موجوده بالعراق. نعم. انا اشكرك ابو عمر من بغداد كان معنا. نذهب الى ملف التظاهرات المطلبيه والقمع الحكومي لها، حيث تعرض خريجو اقتصاديات النفط والغاز في محافظه ميسان للضرب من قبل القوات الحكوميه التي هاجمتهم لتفريق اعتصامهم بالقوه. واستهجن المعتصمون إقدام القوات الحكومية على الاعتداء عليهم وتفريقهم بالقوة بدلا من الاستماع لمطالبهم. دعونا نشاهد جانبا من الاعتداء الذي طال الخريجين المعتصمين في ميسان، كما سوف نشاهدها في هذه الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. هذا طق صوره
وإلى محافظة كربلاء، حيث جدد خريجو كليات التربية وكليات الإدارة من تظاهراتهم أمام مبنى مديرية التربية في المحافظة، واستغرب الخريجون من التسويف الحكومي لمطالبهم، الأمر الذي دفعهم إلى تمزيق شهاداتهم احتجاجا على المماطلة الحكومية في تلبية مطالبهم. فلنشاهد. وين حقوق هذه الشهادات؟ الكفاءات قاعد على الرصيف يستجدي، يطلع هنا يبيع حق مشي، يجي يا بالعتبة يجي يقول له اصعد روح دور تعيين، دور عقد، دور ما اعرف شنو، الى متى؟ وثائقنا نشققها، هاي شهادتنا نشققها. وقد أقدمت قوة بقيادة ضباط كبار في شرطة كربلاء على فض اعتصام الخريجين بالقوة وبتهديد السلاح، وأظهرت صور متداولة للحظة الاعتداء على الخريجين لمنعهم من مواصلة اعتصامهم أمام مبنى مديرية التربية وإشهار السلاح بوجههم وتهديد ممثليهم بالاعتقال. فلنشاهد. قمع الخريجين، قمع خريجي كربلاء، قمع خريجي كربلاء. في مشهد يعبر عن حجم الاستخفاف بالعراقيين وعدم مراعاة لأدنى قيم الرجولة، أقدمت كما عبر عراقيون أقدمت القوات الحكومية في كربلاء على الاعتداء على خريجة من بين المتظاهرين على الرغم من مناشدتها بالتوقف عن ضربها وترجيها للضباط بأنها بمثابة ابنتهم. دعونا نشاهد هذا المقطع الذي أثار موجة غضب في صفوف العراقيين وكذلك على منصات التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع هذه الصور من هناك. سأل العراقيون أين حرمة المرأة العراقية، وآخرون عبروا بتعليقات على فيسبوك. فاطمة تقول: إهانة لكل أهالي كربلاء وليس فقط للخريجين، حقوق الإنسان، مشايخ كربلاء أضع هذا الاعتداء أمامكم، بناتكم تهان وأنتم لا تتدخلون، وينكم؟ تتساءل فاطمة. أما آيات فقالت: يا قوات شرطة كربلاء، أخوتنا العراقيين، إحنا خريجين، أبنائكم وإخوانكم، بناتكم، عرضكم، طلعنا نطالب بأبسط الحقوق. العقد بين قوسين: هل يجوز الاعتداء والتجاوز على الخريج الذي لا يملك سوى صوته والعلم؟ أين الحرية التي كفلها لنا الدستور العراقي للتعبير عن مظلوميتنا؟ رائد العلياوي قال: الحكومة التي تقمع خريجيها عليها الاستقالة قبل فوات الأوان، يقول، أو إيجاد حل جذري للمطالب المشروعة وهو عقد وزاري. أما آية فقالت: شفنا الضام وإهانات وضرب من وراء التظاهرات، تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة وملفات أخرى سوف نناقشها معكم، ولكن بعد هذا الفاصل. We'll be right back.
برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد كل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري، ها صار لهم 4 سنين ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال حسين من الناصريه، ورحب بك معنا حسين، تفضل. اهلا بك، شلونك؟ اهلا وسهلا، يا اهلا بك، تفضل. احييك واحيي المشاهدين. حياك الله، يا اهلا بك. هاي كل ما مصائب العراق كلها من الاحزاب الاسلاميه. الاحزاب الاسلاميه، حزب الدعم من الاسسه. حزب الدعم من الاسسه. نعم. محمد باقر الصدر أسسه، مو؟ نعم. محمد باقر الصدر أسس حزب الدعوة، وذولا هسه يسمونه حزب الدعوة 20 سنة. زين التيار الصدر منو اللي أسسه؟ مو محمد صادق الصدر؟ زين أسألك سؤال، الحاشد مو من اللي أسسه؟ مو السيستاني استلم الحكومة؟ سبب دمار العراق كله من الحوزة. يعني السيستاني يوقف وي للكتلة بالمنطقة الخضراء 50 واحد، وما وقف وي التشرينيين الكتلة قدام عينه وما في زعلهم. يعني هسه على خامنئي ما حد يرده يقول لا تتدخل بالعراق. مو قمنا نترحمنا صدام، يعني صدام عدمهم وخلالهم ذرية واتباع، المفروض يعدمهم هم وذريتهم واتباعهم. يعني الفلسطينيين احسن من يمن هسه؟ انقسم لك الفلسطينيين احنا صرنا. نعم. شين انتم انبياء يلبس عمامه يصير عليه نبي؟ خامنئي، علي خامنئي ذاك ان شاء الله حفظ التشرين تبين بي الكتلهم، والله قالوا برا بغداد حره وكتلهم هو وميليشياته. شو يحكون على يزيد ومعاويه؟ وهم ما انقسم يزيد ومعاويه. تدري الفرق بينهم وبين يزيد ومعاوية والحجاج شنو؟ شنو؟ دولة منافقين، دولة كافرين، دولة باسم الدين منافقين، منافقين أشد من الكافرين. يعني يبكي على الحسين ويرطم على الحسين ويكتر بالعالم. طب شنو الشيعة؟ أريد شنو الشيعة؟ شو الإمام علي طلق الدين ودول يبوقون مليارات؟ شيعتك هسه نزل بهم وحي، نزل بهم قرآن. مو بزعونا عمي، بزعونا والله، خلوا الشعب بس يلطم. مليارات يبوقون.
ما صايره بتاريخ الخلفاء الراشدين، بتاريخ الانبياء الاوصياء، ما صاير هيك السرقات. نعم. يعني ما حد يريدهم. لبانا مقتدى نفخناه وطلع نفاخه كل شيء ما بيه. والله صدام حسين لو عاد ما ويبوا احسن وطامعارهم ذول المعممين خرب عمايمهم حش عمامه يعني محمد والي محمد. يعني حسين يعني مثل ما انت تكلمت على موضوع حسين، انت تكلمت على موضوع الفساد. يعني مثل ما قال الشعب من طلع بالتظاهرات باسم الدين باقون الحرامية. نعم حسين بزعونا. هسه اقول لك بزعونا والله العظيم. صارت عندنا قناعة بين هسه بعد ما حد يخلصنا من يومهم ذولا بس في المهدي. في أمان الله طولت عليك. أنا أشكرك حسين الناصرية كان معنا. دعونا نذهب إلى الخدمات في العراق، حيث يعاني العراق من تهالك البنى التحتية والتي يعود تاريخ تشييد أغلبها إلى منتصف القرن الماضي، وفي ظل انعدام الخدمات وعمليات التأهيل ومن صور هذا الانهيار الجسور التي تحول العديد منها إلى جسور آيلة للسقوط، حيث نشد مواطنون من الأنبار نشدوا الجهات المعنية بصيانة جسر الزغاريد الواقع على طريق المعهد التقني بالصقلاوية والذي تتحرك الصفائح الحديدية عليه بشكل مستمر، ما يعرض المارة عليه لخطر السقوط كونه المنفذ الوحيد المؤدي إلى المعهد التقني. دعونا نشاهد هذه الصورة. في اليومية هذا البلية الشلع والسيارات يشيلونه يرجعونه المكانة، وهاي السيارات نجمت بهذا البلية كله مشلع. هسه شوفكم هذا البلية في اليومية احنا نجهل الخطوط ونداوم. والله لا صورة نسوه. نجي طلاب المعهد التقني في اليومية نتبرع. هذان الحدايد مو تمشي عليهن السيارات يتفسخ. نشوفه هذا كله التفسخ. ها هذا الحديد يتفسخ الشلع يروح لي غاد. هذن ثلاث قطع، هاي الرابعة. هذا الحديد يتشلع ينزل ما ملحمات، يتشلع نرد نجيبه نصعده ونصعد السيارة. هذا جسر الحديد مع الزغاريت العبور على الصقراوية. نبقى مع تهالك الخدمات في العراق ونذهب إلى ديالى، حيث أظهر مقطع مصور مدى الخطورة التي وصل إليها جسر التحويلة في قضاء الخالص والذي يلفظ أنفاسه الأخيرة على من يستخدمه للعبور من سائقي عجلات وطلاب مدارس. وتساءل عراقيون عن جدوى الإبقاء على هذه الجسور المهددة لأرواحهم في ظل الميزانيات الانفجارية التي يفترض أن تذهب لتطوير البنية التحتية وبناء جسور أكثر تطوراً في مختلف المحافظات. فلنشاهد هذه الصورة. والله احنا نطلب من الجهات المعنية تنظر نظرة إيجابية لهذا الجسر، لأن هذا رابط عدة مناطق، عدة قرى مرتبطة بهذا الجسر، يعني أكثر من 7 قرى أنت تدري بيها. تمشون؟ يعني بلش من الجهات المعنية سويناه، شوفنا صورة حال ذاك الجسر الكونكريتي جنب المدرسة. يشوفنا يا عليكم السلام. يشوفنا يا ما أدري وين صفه بيدار شو، بس طبوا الدعامات ونزموا وعافوا. إن شاء الله إن شاء الله يصل صوتكم بإذن الله إن شاء الله. دلل يا عمري. هذا الجسر وهذا حال الناس اللي يربط عدة مناطق، وهو جسر متهالك من جميع الجهات. الأهالي يطلبون من الجهات الأمنية والمسؤولة عن هذا الحال بتوفير أن يكون حل وجود حلول لهذا الجسر المتهالك. ومن ديالى إلى صلاح الدين وتحديدا إلى مدينة سامراء التي يلقبها سكانها بالمدينة المنكوبة، حيث أظهرت صور من هناك غرق جسر الصناعة بمياه الأمطار وسط ذهول أبناء المدينة الذين أكدوا عدم رؤيتهم لجسر يغرق من قبل. واستغرب أبناء المدينة من غرق الجسر المشيد على النهر والذي يفترض أن يحوي شبكات لتصريف المياه نحو النهر، فيما أشار آخرون إلى وجود مشكلة هندسية ينبغي
سرعة حلها تتمثل في تقعر الجسر نحو الداخل ما أدى إلى تجمع المياه فيه. دعونا نشاهد قبل الذهاب إلى آراء الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع الخدمات في العراق. قدوري الدريمي يقول مطرة ساعة صار هيج بالجسور والمشاريع مال سامرة، فكيف إذا استمر المطر يوم أو يومين أو أكثر؟ يقول الله المستعان. أما صهيفة قال تجد في هذه المدينة أشياء لا يتقبلها العقل البشري السوي، مشاريع وهمية، فساد، انعدام خدمات، هي لا تصلح للعيش الآدمي، وكأنك داخل سجن كبير. علاء الأحمد يقول المشكلة بأن الجسور بكل مكان تكون محدبة للأعلى، لذلك لا توجد حاجة لوضع فتحات التصريف إلا في عاصمة الحضارة. الجسر مقعر للأسفل وهذا بحد ذاته كارثة هندسية عظيمة يصفها علاء. أما كمال عبد العزيز فيقول سر من رأى حالها الآن تحزن من يراها، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل الفاسدين. نعم، معنا اتصال أبو عبد الله من صلاح الدين. أبو عبد الله أرحب بك، كيف ترى الخدمات؟ ونحن عرضنا مقطع لغرق جسر في مدينة سامرة، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك أستاذ العزيز؟ حياك يا أهلا بك. أنا قبل الجسر طلعت هاي اللقطة مال هذا العسكري من يضرب الأذنية الخريجة. نعم. هذا لو براس صغيرة وعراقي، هو لو هو عراقي شريف، لو هو عراقي شريف ما يمد إيده على مرة بشارع أو بنت بالشارع. نعم. بس هاد 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 أسياده هاد ذيل الإيران، أسياده شو يسوون بإيران هو حيسوي هنا. وصار بإيران احسب حسابك أستاذ، وهسه يجي يوم وأقول لك بيه هم راح يصير علينا بالعراق هنا. نعم. وهذا الجسر اللي يقول عليه الجسر، لأن نعم. أستاذ العزيز قامت تشتري الشهادة، الشهادة قاموا اشتروها مشترى، جاء مهندس بس هو مو مهندس. وهذا مشتغل نظري مو مشتغل عملي. نعم. ماكو كل دور عملي له. وهاي الحكومة كلها فاشلة، لأن هو خلي يرجع. هسه أنت أبسط شيء عندنا ببغداد الجسر الطابقين. نعم. الجسر الطابقين صار بوقت حصار، بوقت يعني ماكو كل شيء، العراق محاصر من كلها. وجسر نعم. طابقين لحد الآن قايم والسيارات تمشي عليه وماشي ماشي، الجسر عامر. لأن هو جسر هسه ماكو مال حديد، مال حديد مال البليت. نعم. والبليت عين باقي يروح لإيران، يعني الله يقبلها. نعم. يعني مو مسؤولين، لا والله مو مسؤولين، يعني 20 سنة والخدمات في العراق وأغلب المشاريع هي مشاريع قديمة، بل تهالكت بسبب يعني مرور الزمن. 20 سنة يعني لا توجد خدمات حقيقية في العراق، لماذا؟ أستاذ العزيز أكو عندنا محافظة صلاح الدين. نعم. أكو عندنا مدارس انبنت للبسو، انبنت للبسو فوق القاعد متر، وهاي سلمت راحت فلوسها صرفت. نعم. من تحررت المناطق هاي اللي كانت في داعش، من تحررت. نعم. يقول لك والله هاي فلشها داعش، يريد يحسبونها النوب فلوس من جديد. يعني مجاري بأقضية قضاء سامرة، قضاء الدور، قضاء تكريت، يعني مجاري عمي عيجبون ناس مو اختصاص. يعني المهندس المتخرج مو شغلته. نعم. يعني انت من جاي مهندس مو شغلته جاي بيريد يسوي لك مجاري؟ يا عمي ماكو شيء، ترى ناس حيشات دايحة وناس عصابات ودولة فاشلة، وهذول يقول لك البرلمان، مو برلمان عمي، هذول ديول الإيران، ديول الإيران وأمريكا، مشهوم مصالح إيران. يعني هسه أمريكا مو تقول لك سوي حصار على إيران، إيران ما يصيبك الحصار، ما زالت فلوس العراق تتحول على إيران، إيران ما تأذى ولا يصير عليها شيء. أنا أشكرك أبو عبدالله من صلاح الدين كان معنا. نذهب إلى ملف آخر وهو ملف معاناة العراقيين مع الأمطار. تسببت الأمطار الأخيرة بتعرية الفساد الحكومي بعد أن أظهرت واقع البنية التحتية في عموم البلاد على حقيقته،
وكان من أبرز المتضررين من هذا الواقع هم طلاب المدارس الذين عانوا بسبب تحول الطرق المؤدية إلى مدارسهم لبرك من الطين. ففي محافظة ذي قار وتحديدا في قرية العبيد التابعة لقضاء قلعة سكر، ناشد أبناء القرية قائم مقام القضاء ومدير تربية قسم قلعة سكر بوضع حد لمعاناة طلاب متوسطة القاسم المختلطة وطاقمها التعليمي بسبب الصعوبات في الوصول إليها بعد الأمطار بسبب تأخر تشييد المدرسة الجديدة التي كان من المفترض إنجازها عام 2019. فلنشاهد. بأيام المطر طلاب جاي تعاني بالوصول للمدرسة بسبب التأخير بناء المدرسة القديمة. طبعا السيد المدير الأستاذ أحمد حسن وجاي يشوفون المعاناة اللي تعيشها الطلاب بالطين وتعودين عليها، يعني بكل طينة وبكل مطرة احنا لازم يكون هيك طريقنا. فاللي نطالب من التربية انه يكون حتى لو طريق سبويس وقتي على ما تكمل الاعمال بالمدرسة الجديدة. وجاي يشوفون انه طينة يعني وضع مأساوي الصراحة، يعني حال طلاب متوسطة القاسم المختلطة بقرية العبيد بسبب التأخير بالمدرسة بإنشاء المدرسة اللي أعتقد على المنافع مال الاجتماعية مال 2019. وإلى الله المشتكى. ومن ذي قار إلى محافظة بابل حيث ناشد أحد والد أحد الأطفال ناشد الجهات المختصة بضرورة تشييد جسر المشاة يسهل عبور الطلبة إلى مدارسهم في حي الحسين وسط مدينة الحلة بعد إن كاد ولده يغرق في نهر اليهودية كما يسمى هناك بسبب الأمطار وتشكل الطين وعدم وجود جسر للمشاة. فلنشاهد. ليش وقعت؟ قال لي باغر فوت من جنغير. لأن ماكو جسر. مو ما حطوا لكم جسر. لاكو جسر. تمام رايح للمدرسة؟ لاكو جسر بس باغر قال لي. طيب وهاي شنو هاي هدومة؟ خلي شوف محافظ بابل. خلي شوف محافظ بابل إلى محافظ بابل. ليش ما يحطوا لنا جسر هنا؟ ليش ما يحطوا لنا هاي الشركة جسر هنا جسر مال المشاة للطلاب هذول؟ أربع مدارس هنا أكو. أربع مدارس. هذا حال الطلاب. يلا تفضلوا إلى من يهمه الأمر. وعلى الرغم من لجوء الحكومة لتعطيل الدوام خلال الأمطار للهروب كما يقول العراقيون من مسؤوليتها، إلا أن محافظ بغداد لم يعلن تعطيل الدوام للمدارس في اليومين الآخرين بخلاف باقي المحافظات، الأمر الذي تسبب بزيادة معاناة الطلاب في بغداد وصعوبات في وصولهم إلى المدارس كما حصل في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد. دعونا نشاهد هذه الصور. يعني ليش الله يقبلها؟ يعني ليش الله يقبلها؟ محمد يقبلها؟ يعني هي مطرة ويجي يصير بحالنا؟ شايف هنود الحمر اللي مصاليق ياكلون البشر احسن من عندنا واشرف. والله العظيم لا حد يقول لي خير وهنا موجود بالبلد، ما كل خير. حسبي الله ونعم الوكيل على كل هذا من قاد البلد، على كل من شارك، على كل من ايد، على كل واحد عنده سلطه بهذا البلد. حسبي الله ونعم الوكيل. ليش عيشه هي هاي عيشه؟ يعني لو تفر العالم كله ما تلقى هيك. وأظهرت صور أخرى من حي طارق في العاصمة بغداد جانبا من معاناة الطلبة تلخص واقع الحال في العراق الذي تحاول السلطات الحكومية التستر عليه. نشاهد كيف قطع الطلاب طريقهم للوصول إلى مدارسهم قبل الذهاب إلى تعليقات العراقيين. لا تزع لا تزع لا تزع. الله أكبر عليكم يا والله. الله أكبر عليكم. هاي الطالب خد تجي من هناك البدلة توصل لي جاي لحظة من هناك. ها بابا لا لا فوتي ناقص بابا ناقص فوت داك المي
شفاط طالب تجي من هناك من بدله خطيه توصل اللي جاي بالطين. لا حول ولا قوه الا بالله. لا تشبه لا تبكي شباب تبكي. لبسي لبسي روح المدرسه لبسي روح المدرسه. هذا حال الطلبه هذا حال شو الطلاب. الله لا يوفقكم ان شاء الله بحق محمد وعلي محمد. الله ان شاء الله لا يوفقكم. احنا بيا زمن رحمه الله على بيا زمن احنا احنا ب 23 احنا ب 23 هذا وضعنا باوع هذا وضع الطالب اشوف 23 بعدنا شفوا صباو. هذا الطالب يجي للمدرسه الله موجود ان شاء الله لكم مغفور. هذا الطلبه إلى تعليقات العراقيين ونأخذ قسما منها. يقول مصطفى كريم كم محافظ ببغداد وكم أمين بغداد وغيرها من هاي المسميات قعدوا بمناصبهم وما عرفوا يلقون حل لهاي المنطقة وللمناطق المشابهة لها بس تصير المطرة. أما فاضل فقال البلد اللي تقود الأحزاب هذا مصيره لا خدمات ولا صحة ولا تقدم وما يقدر ولا يستطيع أحد العيش فيه. أما عايدة فقالت تقول يعني كل العالم بمناطق فقيرة وعشوائية بس بيها خدمات لأن واجب الحكومة هذا بس ويا من نحكي لا حياة لمن تنادي. أم فاطمة تقول شنو ذنب هاي الأطفال ماكو طريق لهم. نعم معنا اتصال صباح من بغداد ورحب بك معنا صباح. صباح كيف مثل ما وصف يعني أحد العراقيين الذي صور المقطع الأخير الذي شاهدناه بأنه نحن في عام 2023 وهذه المشاهد في العراق. لماذا الخدمات في العراق سيئة إلى هذه الدرجة؟ مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بكم قناتكم الكريمة. أهلا وسهلا بك. طبعا احنا كل الفساد اللي موجود هو بعلم المراجع وبعلم الرئاسات الثلاثه وقاده الاحزاب الاسلاميه والحكومات المحليه وكل المحافظات اللي جاي تعاني. المحافظين الموجودين هو يعرفون شكو ماكو يعني بالمحافظه قله الخدمات وسوء الخدمات والامطار اللي شفناها احنا والفشل المجاري كل هاي الملفات الفساد بعلم الحكومه. لا. وبعلم المراجع هم راضين على هذا الوضع يعني. وهاي المشكله صار لها اكثر من 20 سنه ما تقدموا باي مجال يعني ناس جايه تبوق وتخرب والمواطن واقع براسه سواء المواطن بالجنوب بالغرب بالشمال جاي يعانون كل المواطنين من نقص الخدمات ونقص تعيينات ومشاكل عديده لا المرجعيه خلت لها حل ولا الأحزاب اللي يطلعون المعممين يحشون بالاسم الأحزاب الإسلامية حزب الدعوة الإسلامي والمجلس الأعلى. شو دخل المرجعيات بالشوارع؟ المرجعيات تدخلت بالسياسة المرجعية مثل ما شكلت الحشد الميليشياوي وشكلت ولها موافقة على كل اللي جاي يصير من قتل وتدمير وتطهير عرقي للمناطق إلها دخل بالسياسة. المفروض أيضا تتدخل بهاي شغلة المشاريع المتلكئة والمشاريع الوهمية والميزانيات اللي أكثر من 100 مليار دولار وين راحت ما حد يعرف ما حد يعرف. المرجعية المفروض تحكي تقول الميزانية مال فلان سنة شنو الإنجازات اللي سويتوها ما حد يعرف كل شيء ما حد عنده علم أصلا. زين نعم أنا أشكرك صباح من بغداد كان معنا. نذهب إلى الهاشتاج حيث أطلق مدونون عراقيون حملة إلكترونية لمساندة المتظاهر الجريح علي ستار والذي بترت يده إبان ثورة تشرين في بغداد بعد إصابتها بقنبلة يدوية أطلقتها القوات الحكومية ما أدى إلى تركه لعمله. وطلب المدونون العراقيون الحكومة بالتكفل بعلاجه وصرف راتب لإعانته بعد تسببها بعدم مقدرته على مزاولة العمل. دعونا نستعرض معا عددا من التغريدات التي جاءت على وسم أين حق علي ستار على تويتر. دعونا نتابع بعض هذه التغريدات. السلطان يقول باسم الإنسانية ساعدوا الشاب علي ستار اللي تعرض في المظاهرات إلى إصابة أدت لقطع إيده بسبب قنبلة صوتية كان يطالب بحقي وحق كل الناس بوطن يحمي ويحمي الدستور. يطالب الشاب علي ستار.
أما فاطمة فقالت الشاب علي ستار فقد يده جراء القمع الإرهابي أثناء مشاركته باحتجاجات تشرين للمطالبة بحقوقه وحقوق شعبه. نطالب الجهات المعنية بشمله مع جرحى تشرين ليكون له راتب ويد اصطناعية بعدما أصبح عاطلا عن العمل. علي الزهيري يقول يفتقر شباب العراق إلى أبسط المتطلبات التي لا توفرها الأنظمة التي حكمت منها حق العيش بكرامة وحرية الكلمة والرأي وإمكانيات العمل والتعليم تجاه أغلب الأنظمة التي عسكرت الشارع. تعرضنا إلى قمع شديد وقتل ممنهج، إلى اليوم لا توجد أي تحقيقات رسمية ولا علاج لجرحى الثورة. أم مهدي الكاتبة تقول تعرض الشاب علي ستار من مواليد 2000 في بغداد يوم 1/10 نتيجة القمع المفرط الذي حدث في وقتها مما أدى إلى فقدان يده ولم يتم احتسابه من ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة. نطالب الجهات المختصة لمساندة علي ستار للضغط على الحكومة بأن يكون له راتب تقاعدي. أين حق علي ستار؟ أعزائي المشاهدين فاصل ونعود إليكم. السنغال تعتبر دولة ديمقراطية بمفهوم متقدم جدا بالمقارنة إلى كثير من الدول في العالم الثالث حتى مع بعض الدول الأوروبية. واليوم إذا تقدم الغرب اليوم فبفضل احتكاك الغرب بالحضارة الإسلامية. ماذا عن أفاق العلاقة بين السلطة والتيار الإسلامي في السنغال؟ تم إحياء تعليم القرآن في السنغال، وهؤلاء الآن بدأوا يتحولون إلى كلية الطب والصيدلة والهندسة والقانون، وهم خرجوا المدارس القرآنية في السنغال. فطرحنا فكرة المنتدى الإسلامي للتنمية والتربية. القرآن منتشر وخاصة في الشمال، والناس يأخذون إجازة في مقرأ الإمام النافي من خلال رواية ورشة وقالون. هناك الآن الاهتمام بالإنسان من حيث بنائه عقليا وبنائه فكريا وبنائه وجدانيا وبنائه حتى انتماء. نريد أن يحيا الآخرون في ظل الحضارة الباسقة الإنسانية، الحضارة الرامية إلى مصالح الإنسان. الدكتور محمد سعيد باه أمين عام المنتدى الإسلامي للتنمية والتربية في السنغال في لقاء خاص يأتيكم في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد. عانى القطاع الصحي من تراجع كبير في الخدمات التي يقدمها إلى المواطنين العراقيين، ومن تردد كبير في الخدمات الطبية ونقص حاد بالأدوية، ويتحمل المراجعون كلفة شراء الأدوية من الصيدليات الخارجية بمبالغ عالية جدا،
وتعد مشكلة انفلات أسعار الأدوية وأجور كشف الأطباء فضلا عن المختبرات الطبية من المشاكل التي يعاني منها أغلب العراقيين الذين لا تسعفهم الإمكانيات المادية بتوفير الدواء والمستلزمات الطبية الأخرى. وخلال السنتين الأخيرتين تصاعدت تسعيرات مراجعات الأطباء في عياداتهم الخاصة بشكل غير منضبط، فكل طبيب يحدد التسعيرة التي يراها مناسبة له، الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين خلال مراجعتهم لعيادات الأطباء وإجراء التحليلات المخبرية، فضلا عن الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية بالصيدليات. مزيد من التفاصيل في سياق الأنفوغرافيك التالي الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. مفراس اهلي، تحليل دم اهلي، ما تصير حكومي، الفقير قاعد يموت، ما يصير هيك. من يخلص الدواء مالك ما راجيته؟ تدور عليه بكل مكانات ما تلقاه الا عند الصيدليه القريبه للدكتور. والى هنا نصل الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، شكرا لكم والى اللقاء باذن الله.